بنيتي صغيرة حفيدتي ناس هنايا في الدروازيام ايطاج، سمعت زدف طليت سيدي لقيت هاد السيد مسكين مليوح ومو الطونوبيل شتو غربان ونهبط ليه ليزار عطيتو البوليس يغطيوه به صافي. انا خديت الكارو مليح تهضر الطونوبيل ضربات الموطور ولكن كيفاش داكشي وقع داكشي الله اعلم. انا ناخذ ضالونه في البنيه وناخذ كوا الروات مليح ونمشي بحالاتي فيسي ياك كنت هنايا خارج لو بون كان عندي الخضر ياك سيدي كان كان ورايا قال لي ما كاش خضر مهم مع داك لو شوك فهمتي ما نسيت اشطا ولكن اللي كنت متاكد منه ان خوتنا اللي فين ضربوه كانوا هازين القراف هنا اللي كان حداك كان هاز القراف كان هربان والاخر بقى شويه فين شاف القضيه ديال كتكعجز كانوا جوج سكراني خونا ضربوه ضرب جوج دورات راه الموتور فين صار ضربوه في باساجي بيتو فهمتي ضربوه في باساجي بيتو راه فين وصل الله يعمر هذا انسان طيب ولكن ما نقول لك اخويا ما كاينش بحالو بعدك السيد كاع عنده وليداته راجل محترم كيخرج خدمته كيمشي في السلام ولا الدرب كيدخل بحالو ما كاينش ما عمريش بحال داك السيد صراحه مزيان لا اخويا قبيله جي انا مهود من ديك العقيده وانا نتلاقى مع قال لي محمد انت ما كاينش حبك قلت لي لا ما كاينش سلام بديت كنضحك هو يعنقني قال لي لا اخويا محمد تضحك الدنيا تضحك لك قال لي راه غادي نمشي وقال لي راه كلوا شربوا غادي نموتوا ما عمرني سمعت منه ديك الهضره سبحان الله العظيم.